تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة دمشق بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، جمعية ساعد ومؤسسة شباب سوريا للعمل التطوعي بدأوا أمس بحملة لنغسل التعب عن بردة لتنظيف مجرى النهر ضمن مدينة دمشق القديمة. بمشاركة العديد من الجهات التطوعية، كيف كانت الأجواء؟ أكيد رح نتابع بالتقرير التالي، ولكن بالأول خلينا نرحب بضيوفنا يلي موجودين معنا اليوم بصباحنا غير، مع الدكتورة ميرزا ميرزات عبود رئيسة مجلس أمناء مؤسسة شباب سوريا. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. وأيضا الأستاذ عصام حبال مدير جمعية ساعد، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. خلينا نروح نشوف الأجواء وبنرجع. لم ينعم الجيل الجديد وربما لم يصدق حكايات وأشعار نظمها الشعراء سابقاً عن نهر بردة، لكنهم اليوم وبمبادرة وطنية تطوعية اجتمعوا للتغيير بهدف رسم صورة جديدة لأحد رموز مدينة دمشق ولغسل التعب عن نهر بردة الذي أثقلت حركته كثرة النفايات. عشرات من الشباب السوري اجتمعوا منذ ساعات الصباح الباكر متخذين من مدخل باب توما نقطة انطلاق وصولاً لباب السلام بطول كيلومتر. كلياتنا شايفين اللي عم يصير بنهر بردة وكلياتنا حاسين بتعب اللي عم يعاني منه فعلاً، لهيك اجت فكرة لنغسل التعب عن بردة بهاي اليوم وبهاي المناسبة. أعلننا عن الحملة وبلشنا نتلقى يعني الرغبات المشاركة من كل الفرق. الحمد لله في عنا عدد كتير منيح من المتطوعين وفي عنا عدد من المتطوعين الفرديين، وهي الحالات اللي تفاجأنا فيها والكتير حلوة، يعني كنا متوقعينها وبنفس الوقت خايفين ما نلاقيها، بس الحقيقة لقيناها على الأرض. كلياتنا مع بعض رح نشتغل لحتى نكمل بعضنا، وجايين لحتى نعمل شيء كتير كتير هيك يعني اللي احنا من زمان بحاجته. أنا بقول أنه تنظيف نهر بردة اليوم هو حاجة مجتمعية تعتبر ذات أولوية، بكفي تعب بردة. جايين لحنا شوي لحتى كمان نحفز القطاع العام حتى يبادر بعد هاي الخطوة بتنظيف هذا النهر، وخلينا نقول كمان دعمه أكثر من هيك. بردة عتبان وتعبان وفي زعل وفي حزن، ولكن إن شاء الله بسواعد الكل وبمشاركة الكل وبمحبة الكل اليوم جايين لنوجه رسالة مثل أي رسالة بيوجهوها السوريين بكل مكان وبكل لحظة وبكل وقت، إنه نحن باقيين صامدين محبين صانعين حضارات، نحن مصدرين حضارات. اليوم نحن اجتمعنا مع 30 تقريبا فريق وإضافة للشركات اللي كانت مساعدة لنا، هدفنا اليوم إنه نرجع الروح لبردة، نرجع نرجع نظافة إلى، نرجع نعكس صورتنا الحقيقية للنهر. المناطق هي أقدم أحياء بسوريا كلياتها، وهالمكان هذا له خصوصية خاصة. إذا كنا نحن بدينا بهالمبادرة الطيبة واللي نقاها الموقع يعني موفق فيه، معناتها هذا دليل على حضارتنا، دليل على إنسانيتنا، دليل على إنه نحن شعب متحضر متفهم متطور، يعني رغم الأزمة مثل ما بتعرفي أنت. الحمد لله هالشباب كلياتهم أجوا هون بملء إرادتهم مثل ما شايفة، وكلهم متطوعين. رسالتنا انه نهر بردة هو نهر يعني بيرمز للشام وبيرمز لأهالي دمشق كلياتهم، فلا لازم نرجعه مثل ما كان، يعني كان يعني مقصد لكل الشعراء، فهلا لازم يرجع هيك نهر بردة مثل ما كان ان شاء الله. حبينا كمان يكون لنا دور بهي الفعالية ويعني ونساهم، بس أطفالنا حبوا يعزفوا يقدموا مقطوعات يعني مقطوعات غنائية من عزفهم للمتطوعين اللي عم ينظفوا النهر. جهود تطوعية بمشاركة عشرات الشباب السوري بغية إزالة سنين من الإهمال وإزالة التعب عن نهر بردة، فسلام من صبا بردة أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق. من منطقة باب توما للإخبارية السورية نرمين عمار.
يعني مثل ما شفنا بالتقرير كثير من الشباب والصبايا، وسمعناكم عم تحكوا انه حتى المواطنين والاولاد الصغار بالحاره نزلوا يساعدوكم بتنظيف نهر بردا. دكتوره ميرداد، خلينا نحكي عن الحمله بشكل عام، ليش اخترتوا هالتوقيت بالذات وكيف كانت الاجواء؟ هلا هي الحمله بدات بال 2009، قام فيها فريق رواد اشتغلوا فيها شباب، وكان مجموعة من الشباب السوري، وهي قبل الأزمة. طبعا وجود الأزمة خلى الناس الشباب شوي يعني التهوا، فحبينا نحن كمجموعة مجتمع أهلي، كان جمعيات أو فرق تطوعية، أنه نكفي هاي الحملة بنفس الاسم لنغسل التعب عن بردا، لأنه هذا التعب بعتقد نحن اللي تسببنا فيه لبردا، فمن حق بردا علينا أنه نحن كشباب سوري انه التعب اللي قدمنا اللي حطيناه على كاهله انه نحاول نزيله. فكانت الفكره بالتعاون مع جمعيه ساعد، وهن اصحاب فكره اختيار المكان، يعني اللي هلا اذا لاحظتوا عم يقولوا انه اللي اختار المكان موفق، فعلا موفق، لانه له اثر اولا بنفوس العالم. المنطقه اللي نحن فيها كنا هي منطقه صامده برغم كل شيء، معرضه للقذائف بشكل يومي، صامده برغم الشيء اللي شفناه بالنهر، شيء مخيف يعني، اللي ما بنعرف كيف وصلت الامور لهون يعني. فالفكره انه اجتمعنا كلياتنا لنقول انه نحن كشباب سوري، هي لما نحن بنسال الدوله الحكومه عن حقوقنا، كمان نحن في علينا حقوق لازم نقدمها لهالوطن. بلشنا بهذا النهر وان شاء الله مكفيين يعني، وشفنا بعتقد وانتم شفتوا كلياتكم انه التشاركية كانت مانا طبيعية، والتفاعل من الأهل الحي والمكان اللي نحن فيه كانت كتير منيحة وكتير كبيرة وفعالة. وحتى حسب ما فهمت من الشباب ونحن يعني، إنه الناس طلبت إنه ما توقف الحملة، ليش لتكون كل 5 سنين مرة يعني. فإن شاء الله هلا ما بعرف الأستاذ عصام إذا عنده استعداد، إنه حكينا نحن بالكواليس إنه لازم تكون كل شهر يعني إن شاء الله. أستاذ عصام يسعد صباحك. بالبداية مع حديثنا معك، خلينا نحكي يمكن مثل ما ذكرت الست ميرزاد إنه اختيار مكان موفق، خلينا نحكي يمكن عن التحضيرات. أكيد يمكن هي الحملة هي ما بتصير بين يوم وليلة، في إلى تحضيرات، في يمكن مجموعة كتير كبيرة من الشباب والصبايا عم يشاركوا فيها، خلينا هيك نفوت بكواليس التحضيرات اكثر. التحضيرات صارت فعليا هي ما بين فريق مؤسسه شباب سوريا التطوعي وشباب ساعد، اضافه للجمعيات والمؤسسات اللي شاركتنا بهذا الموضوع. اجتمعوا على اكثر من 4-5 اجتماعات لاختاروا حتى موضوع اللبس اللي بده ينزل فيه المتطوع على النهر. يعني اليوم كمان بدنا نراعي انه هذا المتطوع نازل جزمات الكوتشو تماما لنهر ملوث، فنحن بحاجه انه نحميه رجلين، نحميه ايدين من الاوساخ، نحميه حتى من الروائح. فاجتمعوا الشباب وقرروا انه يقدموا خلينا نقول المبادره بافضل نموذج. والحمد لله توفقنا بهذا الموضوع، وحتى كمان اتفقنا على موضوع كثير مهم نحن والدكتوره، بانه نحاول نسال عمال النهر اللي هن تابعين لمديريه الانهار شو هن بحاجه لهم. احنا اتفقنا اي معدات او شيء بنشتريه بدنا نقدمه هديه لهم حتى يقدروا يستفيدوا منه بالوقت القادم. كمان اجتمعنا فيهم، فهمنا شو احتياجاتهم، وان شاء الله هي في مفاجاه كانت اذا بتسمح لي الدكتوره، انه احنا ان شاء الله يوم الثلاثاء بنقدم لهم اياها هديه. اضافه ل خلينا نقول تكريم لهم، لانه هدول عن جد عمال جبارين. تفاجئنا انه في مديريه الانهار والله يعني هن كان مسلط الضوء عليها كثير فعلا يعني، عن جد لازم يتسلط، لانه حتى اكتشفنا انه في ناس استشهدت اثناء عملها وهي بالنهر يعني. يعني انه هذا النهر نحن لما بنقول، انا كمواطن مارق بقول انه وين الدوله؟ في مديريه خاصه مسؤوله عن هذا الموضوع، بالاضافه لمديريه الصيانه بمحافظه دمشق اللي هن مسؤولين عن هذا الشيء انه تنظيفه هيك. ولكن للاسف الشيء اللي موجود فيه ما نو فعل العاملين، يعني عاملين النظافه او مديريه الصيانه، للاسف هو فعلنا نحن يعني اغلبه يعني. يمكن كل مواطن انه بيطلع يلا في وسخ رح كب هاي الوسخه، فوسخه عن وسخه يمكن نهر ماشي من الكشوف. قد ايه بدهم حملات توعيه المواطنين بالاضافه يعني هذا المهم صحيح. غير الحملات التنظيف، حملات التوعيه. امبارح في ناس يمكن خجلت شوي من حالها، انه هالشباب تاركين بيوتهم وكذا وجايين لمنطقه مو منطقتهم عم يشتغلوا، ولكن للاسف وهن عم يشتغلوا الشباب تفاجئوا بناس عم يعني
عم بتمارس عملها اليومي اللي عم بيتحقق يعني تكب المي من فوق ونحن موجودين يعني محاولين الصرف عليهم محاولين تماما يعني. هي تماما يمكن يجب معاقبة هي التصرفات خلينا نسميها لا أخلاقية لأنه هي كمان نهر برداء العريق كمان المشهور بسوريا وله مثل ما قلتوا اثر عند السوريين. خلينا نحكي استاذ عصام، طيب لاستمراريه هذا العمل ليبقى النهر فعلا نظيف كل مواطن سوري يحس بالمسؤوليه، شو هي الاجراءات اللازمه حتى فعلا تضل هيك النهر؟ نحن فعليا رح نحاول كل شهر يكون في عندنا نزله على النهر، طبعا بالاتفاق مع مديريه الانهار لانه هي اللي بتعرف نحن وين لازم ننزل، وين هن بحاجه شباب ليقدروا يساعدوهم كمتطوعين. حتى ممكن كمان مشاركه طلاب المدارس حتى فعلا يزيد عندهم الوعي او حتى عدد من الجامعيين اللي انتم كمان يمكن تمام هذا دكتوره مرزت مع الشباب. هو هذا اللي عم يصير اليوم الشباب التطوعي، يعني كنا حتى عم نحكي بشغله صغيره يمكن هي خارجه عن النص ولكن مهم نحكي فيها. بعاصمة تعتبر أخطر عاصمة هيك عم يقولوا عنها أنه هي بالعالم، مبارح كان في 5 فعاليات أهلية اشترك فيهم آلاف المتطوعين واشتغلوا بيوم واحد نفس اليوم. فهي رسالة للعالم أنه سوريا ودمشق بتعشق الحياة، فلحنا الشعب بيعشق الحياة عنده إرادة وجاهزين لأي شيء بيطلب منا. اليوم لحنا مثل ما حكينا جمعيات ومؤسسات وفرق نزلنا على الأرض واشتغلنا، إجانا دعم اقتصادي يعني تماما، إجانا دعم من شريكنا الاستراتيجي كان MTN وبنك بركة وبيمو وعدة جهات نزلت قدمت هدايا وأكلات طيبة. يعني أكثر من أنه عفواً أستاذ عصام أكثر من أنه دعموا مادياً يعني هن نوجهوا موظفينهم ليجوا يساعدوا، كانت الفكرة أنه تفاعل المجتمع الأهلي والقطاع الاقتصادي الخاص والعام كمحافظة دمشق ووزارة الشؤون أنه يكون في هيك عمل يعني. ونحن بحاجته للمستقبل يعني إحنا عم نقول اليوم حنساويه كل شهر، فمثلا هذا الشهر كان في معنا 30 جمعية ومؤسسة، بدنا الشهر الجاي نكون 60 واللي بعده نكون أكثر لنصل فعليا لتوعية كاملة لكل شيء عم يشتغل بعمل تطوعي وجمعيات ومؤسسات بالمنطقة تبعها اللي بترصد نهر بردة تقدر تحافظ على هذا الموضوع. طبعا إذا بسمحونا نوجه رسالة للمطاعم للمستفيدين من نهر بردة، حافظوا على هالنهر اليوم رزقكم عليه اليوم، لولا وجود هذا النهر ما كان لكم وجود إن كان مطاعم أو مقاهي أو مقاصف أو أوتيلات فنادق ممكن نقول كمان. العالم اللي ساكنة على النهر حرمة النهر من حرمة البيت، يعني هذا جارك بيصير تكب بوسق على جارك، وهذا الجار لولا وجوده ما كنت موجود أنت. صحيح. فمنتمنى هذا الموضوع الكل يتابع فيه. طبعا أخذنا هلأ نحن قولي مسؤوليتنا كشباب أنه نساهم ونساعد، ولكن أنا بقول لك وين مسؤولية الدولة هون تكون. هلأ النهر من مصبه لدخوله لدمشق كل شيء في مزارع حواليه مركبين مضخات بتسحب مي، فما بتتخيلي الكم الهائل من المضخات. هي يفترض محافظة ريف دمشق يفترض تكون واعية لهذا الموضوع وتصادر هدول، لأنه قد ما كان يعني المنطقة هنيك غنية بالمياه وكلياتهم فاتحين آبار، شو الفكرة من أنه عم يسحبوا المي تبع النهر؟ فأنت عم توصل على دمشق كتير خاصة بالصيف عم تكون كتير قليلة، ولما عم توصل لهون كتير قليلة. كمان في عنا ممارسات خاطئة من الأهالي، من القاطنين حوالين النهر، من الفعاليات التجارية أو الاقتصادية اللي محلاتها مثل ما قلك أستاذ عصام مطاعم عند النهر. هدول للأسف الشديد أنا ما عم بفهم كيف قدرانين إنه يعني أنا كيف بدي فوت على مطعم آكل عنده وبعرف إنه هو عم بيكب مخلفاته كلها بالنهر. فيعني بالنهاية وين النظافة؟ يعني النظافة هل هي بس الجو العام ومن وراء ما مو مشكلة شو ما كان إني أترك مخلفاتي؟ بيسيء للبلد وبيسيء للمواطن بالنهاية. يعني أنا هذا الطفل أنا بتذكر الوقت كانت السبداني ووردي بردة والمجرى الأولاد لهلأ بيسبحوا فيه، يعني لهلأ بالصيف ممكن ينزلوا يسبحوا فيه. يعني هي أمراض كلها عم تحمل غير الروائح اللي كانت موجودة، وإن شاء الله يمكن ما حدا مقدر حجم الأمراض يلي من الريحة ممكن تتخيلي ومن عم يسقوا ما عم يسقوا فيه المزارع أكيد عم تقولي. يعني طيب هي أنت هي الخضار اللي عم تاخديها عم تاكليها كلها عم تنسقى منه. فالفكرة أنه نحن مثل ما قلك أستاذ عصام دعوة لهذا المواطن اللي انت عم تسأل وين حقوقي قبل ما تدور على حقك بهذا النهر، سأله للنهر شو حقه عليك. يعني فحقه عليك انك تدير بالك عليه. هلأ نحن مبارح الشباب رصدوا كتير من المخالفات
واتفقنا مع الاستاذ عصام حيعملوا صفحه جمعيه ساعد على مواقع التواصل الاجتماعي بشان رصد اي مخالفه، يعني اي حدا بيحط عليها مخالفه يعني بيذكر مخالفه وبالمنطقه المعينه انه نبعثها للمحافظه اللي مسؤولة عن هذا الموضوع بتتابع هذا الموضوع. ونحن هي انا دعوه للناس اللي امبارح كنا موجودين وشفنا هون، يعني رصدنا كل المخالفات وراح تكون خلال يومين مع العناوين مزبوطه والاسماء مزبوطه على طاوله السيد المحافظ مشان تتعالج هي الموضوع. يا ريت بس يتعاقبوا يمكن تماما، هو بالنهايه للاسف يعني يمكن على القليل قدام الاعلام يعني يشوفوا باقي العالم مشان هي مثل ما قلتي يمكن دكتوره هي رساله توعويه بلشت بخطوه فعليه على ارض الواقع لتنظيف النهر، يمكن علها انه تحرك شيء بنفوس السوريين اللي عم يمارسوا يمكن ممارسات خاطئه بحق النهر. هي الرساله اللي انتم قمتوا فيها واللي مكملين ان شاء الله فيها، مثل ما قلنا انتم مجموعه من شرائح مختلفه من شباب وصبايا وموظفين، كيف كان التفاعل؟ كيف كانت الاجواء؟ يعني كيف كان شعور اللي كانوا معكم؟ احكي لنا على هي التفاصيل. لما بنقول اليوم بيوم جمعه عطله بوضع طبيعي بالشام تواجد 400 واكثر من 400 متطوع واكثر من 150 طفل مع عائلاتهم يعني مع اهاليهم موجودين، لانه احنا قسمنا لفعاليتين، فعاليه نزلت على النهر وفعاليه اشتغلت مع الاطفال بباب السلام. في كان 150 طفل تقريبا باب السلام معهم عزف والوان وكمان وعيناهم شوي على موضوع النهر، هن هذول اطفال من سكان النهر يعني القاطنين على ضفه نهر بردا. كان رقم كتير كبير، كتير انبسطنا فيه طبعا ومتوقعين بالايام الجايه رح يكون الرقم اكبر بكتير. حكينا انه في خمس فعاليات، فاليوم لو كانت فعاليه كانوا الخمسه موجودين مع بعض. ولكن انبسطنا انه كل مين اخذ حقه، كل فعاليه اخذت حقها راحوا متطوعين عليها، حتى في متطوعين من عنا راحوا على بقيه المبادرات اشتغلوا فيها. لانه كمان هذا الشيء تشاركية من سياستنا بالعمل. نعم نحن بنتشكركم كثير على وجودكم، ومثل ما قلتوا يعني هي رساله توعويه لانه نهر بردا هو جزء ما بيتجزا من سوريا، ومثل ما في رجال بالجيش العربي السوري عم تحمي كل ذره تراب من هالارض، فحق هالنهر كمان ينحمى من السوريين المقيمين وايضا العم يستفيدوا منه. شكرا كثير وموفقين بالفعاليات القادمه. شكرا لوجودكم معنا. شكرا دكتوره ميرزات عبود، وشكرا سيده عصام حمداني. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. اما هلا مشاهدينا